نعم نسمع. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية لمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. نعم، إذن هنا إخواني في الله سنة أخرى. ما هي هذه السنة الأخرى المتعلقة بمن يرعى المريض؟ هناك سنة أخرى متعلقة بمن يرعى المريض، من يعرف ما هذه السنة؟ الصبر عليه، أن يوصى بالصبر على هذا المريض، أن يوصى بالصبر على المريض. إخواني في الله، لما يوصى بالصبر على المريض؟ لما يوصى هذا الشخص القائم على المريض بأن يصبر عليه؟ ما هو السبب؟ نعم، لأنك ستتعرض للأذى من هذا المريض، سوف تتعرض للأذى من هذا المريض من غير أن يقصد، أو ربما يقصد مريض يقصد أن يؤذيك. هل يمكن؟ نعم. كيف يشتم عليك ويسب عليك مريض تعتني به؟ هو يقصد، أقول لك يقصد. نعم، عندما يصل إلى الخرف يصبح خرفا، وهو ما يسمى في هذا الزمان بالإزهايمر. رجل خرف أو امرأة خرفة، فيظهر ما يقوله أخونا هناك يشتمك أو يبصق عليك أو إلى غير ذلك من الأشياء. ما هو السبب؟ أنه رجل أو امرأة خرفة، وبالتالي لا عقل عنده، لا عقل عنده، مسكين. فهذا الذي يرعى هذا المريض يحتاج إلى أن يصبر. وهنا يظهر قول الله عز وجل: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. قال عندك، يا من تريد أن تبر والديك لابد أن يكونا عندك.